ودي ده تحدي جديد للمنتخب بالنسبة لي. هو ده التحدي الحقيقي لكارلوس كيروش الحقيقي. ليه؟ لأن احنا كنا ايام هيكتور كوبر لما دخل المنتخب كنا ما بنصعدش اصلا كأس الأمم، فما كانش في توقعات، فكسب وصل لحد النهائي وكنا مبسوطين باللي حصل، وبعد كده راح كأس العالم فكنا مبسوطين جدا باللي حصل. كارلوس كيروش برضو لما جه احنا كنا في البدايات ما عندناش توقعات عالية بصراحة عشان نكون منصفين كلنا. باللي بنيناه ده انت بقى عليك ضغوط انك هتلعب وعليك توقعات، يعني محدش هيقبل انك ما تصعدش كأس العالم، محدش هيقبل بانك بتبني جيل، محدش هيقبل بانك بتجرب، محدش هيقبل بحاجة خلاص، لان خلاص انت المفترض انك خلصت الرحلة دي ودلوقتي انت تحت التوقعات تحت الضغط. فالجيل ده كله كان بيلعب في الفترة اللي فاتت تحت رفاهية ان احنا راضيين بالانجاز طول ما انتوا بتحاربوا واحنا شايفينكم بتحاربوا وبتموتوا نفسكم، بس دلوقتي بقى احنا مش هنرضى غير بالانجاز نفسه، لان انتوا دلوقتي بتلعبوا تحت ضغط التوقعات، لان احنا خلاص مبقاش في حاجة تانية دلوقتي نقدر نكسبها غير ده. فنأمل ان المنتخب اللعيبة بتاعته تقدر تلعب تحت ضغط التوقعات زي ما قدرت تلعب وتبني الشخصية اللي خلتنا دلوقتي عندنا توقعات عالية على الفريق. اتمنى تبقى الجملة واضحة يعني. والشخصية يا زيزو، تاني هرجع لنقطة الشخصية. يعني ايه الشخصية يا زيزو؟ يعني المنتخب بقى عنده شخصية، اللعيبة ما بقتش بتتهز. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة لما تتكلم على محمد عبد المنعم اللي راجل جه من الدار للنار، لقى نفسه بيلعب في أمم أفريقيا وقدام لعيبة عتاولة في عالم كرة القدم، النهاردة في أول 3 دقايق بيغلط وبيعمل ضربة جزاء، لكن بعد كده أنا قلت هيتهز، وكمان بقى اللي هيفضل يروح له على طول مانيه. لا، الراجل ما تهزش، والدليل على كده انه بيحط كتف بكتف مع مانيه وبيقوم قال له قوم كفايه تمثيل، انا ما عملتلكش حاجه، وعامل راسه براس مانيه وعادي جدا. ده واحد بيلعب في التوب ليفل، بيلعب في اقوى دوري في العالم، ومش بس في اقوى دوري في العالم، ده بيلعب في نادي من انديه القمه في اقوى دوري في العالم، وهو راجل يعني بيلعب مش في الدوري المصري، ده ما بيلعبش في انديه القمه في الدوري المصري، ومع ذلك النهارده راس براس مع مانيه وواقف وما تهزش، وضربه الجزاء ما تهزتش. النهارده امام عاشور نفس الموضوع، واقف على رجله غلط وصامت، في حتى لو الأول في لسه وبعد هقول لك كده حتى لو ابتدى يتحسن مع تدريجيا، وده منطقي لأنه يعني منطقي جدا ان الراجل اصلا كتر خير الدنيا ان هو بيلعب في مركز مش مركزه. فاللي انا عايز اقول عليه ان بقى عندك شخصيه، لازم نبني على الكلام ده. ونفسي نفسي وسائل الاعلام في مصر لازم تشجع، ولازم وجهة نظري نفسي اشوف تكريم للمنتخب، تكريم مش علشان حاجة، تفضل الخسارة خسارة ويفضل الفوز باللقب فوز باللقب. ألف مبروك للسنغال، لازم يبقى عندنا روح رياضية، مبروك للسنغال، يستاهلوا البطولة، يستاهلوا المباراة النهائية. بس احنا كمان لازم نبني، ما ينفعش نقطع في الجيل ده، ما ينفعش نقطع او نسلخ اللعيبة، ما حدش فيهم قصر، فلازم نكرم الناس دي حتى يكون تشجيع للي جاي، خاصة ان احنا داخلين على تصفيات كاس عالم الشهر اللي جاي على طول، احنا في فبراير، تصفيات كاس العالم اللي جاي في شهر مارس. ما بقولش مكافآت ولا بقول تكريم ولا بقول اي حاجة، شد من قصر، حتى لو مش هقول من معالي الوزير اشرف صبحي، حتى لو من اتحاد الكورة، حتى لو من تكريم من اتحاد الكرة اللي لسه ناجح في هو بص الفترة الأخيرة، هقولك على حتى حاجة لو بصراحة، هو التكريم الحقيقي فعلا ان الجمهور يطلع يستقبلهم. او بس يستوعب، اسيبك من كده، هو بس ان الجمهور يستوعب، بالظبط يستوعب ان اللي حصل يعتبر مش بطال مش انجاز طبعا يعني، بالظبط، بس تفضل هو الهزيمة هزيمة بالظبط والفوز كده، باللقب بس فوز في باللقب. النهاية قصدي ان زي ما اتفقنا ما نهدش المعبد، زي ما قلت لك اسهل حاجة هتطلع دايما اسهل حاجة انك تقول المدرب ده فاشل مشوه، المدرب ده ما عملش حاجة مشوه، اسهل حاجة في الدنيا، جملة بسيطة ملهاش اي تمن ولا تكلفة، وسهلة ان انا اقول لك من النهاردة فلان الفلاني، ما اقول لك حاجة، بيب جوارديولا ده مدرب وحش، وانا وانت والزمن 10 سنين بيكسب وهيجي في السنة العشرة يخسر، هقول ايه؟ اه مش قلت شفته، لك؟ مش انا قايل لك بالظبط كده. فنفس الفكرة اللي اشاد بكيروش في النص ما تسمعوش منه لما يجي ينتقده النهاردة. ويعني في الاول في الاخر احنا برضو مش بندافع عن كارلوس كيروش علشان هو ما جاش زيه، بس علشان احنا دلوقتي لينا شكل مش بطال، الخساره النهارده يتحملها، ممكن يتحمل جزء كبير منها بالنسبه لي، في حاجات كتير غلط حصلت النهارده في الملعب، بس في النهايه هو ادار كذا مباراه بشكل جيد وادانا شكل مش بطال وطلع لنا لعيبه مش بطاله وبقى عندنا قوام كويس والدنيا ماشيه يبدو في اتجاه جيد، فخلونا نفضل ورا الاتجاه الجيد ونشوف اخر الطريق، واخر الطريق مش بعيد، مارس هنتفرج على الماتشات بتاع تصفيات كاس العالم وان شاء الله يبقى هو ده النجاح.
فلا اقصده ان التكريم اللي ممكن ياخده المنتخب انه ما يحسش بان ما صدقنا عملوا ماتش وحش علشان خاطر نهبش ونطلع نقول مش قلنا لكم ده كيروش وحش ومش عارف مين، ايه التغييرات دي، مين اللعيبه دي، ايه اللي بيحصل ده، ونقعد بقى نخبط. لان الناس دي افتكروا من 3 ايام بس كانوا مش قادرين يتكلموا ومش قادرين يقولوا حاجه، هو عمالين صح. يشيدوا خلاص. فيعني اي مدرب في بفتكر الدنيا يا الحاجات دي زيزو عايز اتكلم في الموضوع.